أنس الزعيم من سوريا، جيت على بيروت صلي 7 سنين عايش هون. هاي مرسيدس 190 SL موديل 58، من أجمل سيارات المرسيدس. 4 سلندر، 4 سرعات، كونفورتبل. في 3 أنواع سيارات الSL، الجالوينج، وبتجي 300 الروتستر الكونفورتبل، وبتجي هاي 190 الSL. هلا اول ما اخذت السياره كانت السياره بوضعيتها مي مزبوطه، تعبانه، فكينا الميكانيكا عليها، التفتنا للاشياء الخارجيه، في شيء محل كان فيه هريان سويناه من ارضيات للبادي من برا، بعدين سوينا الفرش والسقفيه كمان، وايش في شغلات من جوا كمان كلها تجددت، سوينا الكروم، يعني صار كله جاهز. وطولت عملية الترميم لهالسيارة حوالي سنة. الشعور وقت تركب سيارة قديمة شعور حلو، يعني بيرجعك هيك لأيامات إنه شلون كانت السيارة وشلون هلا عم بتشوف السيارات الجديدة. بس الملفت للنظر أكثر شيء إنه بتكون ماشي بالسيارة بتلاقي كل العالم بتندار عليك وبقولك برافو وبقشروا لك وبزمروا لك وبسلموا عليك وبدي تصوروا، يعني متعة، وبحد ذاته كمان بتعذب شوي، بس متعتها أحلى من عذابها. بتمنى كل واحد يكون قادر عنده يشتري إنه سيارة قديمة يشتري ويحس بهالمتعة وقت بسوقها وبشوف هيك سيارة.